الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المدد شقال في ليالي ربيع الأول، والسادة الصوفية قدس الله سرهم كلهم موجودين بشخوصهم وطرقهم، جابهم النبي صلى الله عليه وسلم والسيد يوسف الرفاعي. سيدي حجازي الدسوقي، الآية إيه؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني إيه عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. إيه بعدها؟ فانطلق أحد قال ستجدني شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شلون النبي يقول حق ولي مثل يعني سيدنا مين كان هو سيدنا موسى؟ سيدنا موسى إيه شلون يعني عفوا تنازل عن نبوته؟ كان على علم لم يعلمه الكليم الله، وكان الكليم على علم يعلمه الخضر مدد. وذلك سبب القصة أنه هو خطب في بني إسرائيل خطبة ذكرهم بأيام الله مدد، فطرفت الدموع الله انهلت العيون، المهم أو انهلت الدموع وزرفت العيون. فاللي حاصل واحد ملقوف قال له ايوه ايوجد من هو اعلم منك؟ فقال على الفور لا، ما يعني ما صبرش، قال لا، ما تأنى في الاجابه يعني. وكانت فيه حده علمها الله منه، فعتب الله عليه انه ما قالش الله اعلم، انه ما فوتش العلم لله. مشايخ راح جاي من السائل ومن المسؤول مولانا؟ سيارة بيضاء. من السائل؟ لحظة أبو مجدي، من السائل ومن المسؤول؟ بس وصلت المعلومة أبو مجدي، لحظة شكرا إبراهيم يطلع بس خلا تدوشنا مرة واحدة مو كذا مرة تعيد كلام. إيه نعم، من السائل ومن المسؤول؟ ما هو السائل واحد من اللي حاضرين. أيوة، لا يتعلق بتعيينه علم، واحد من اللي قاعد. لا سأل قبل حادثة لقاء سيدنا موسى مع الخضر. أيوه. شلون عرفت مولانا عفوا؟ الروايات اللي بتقول كده. يعني قبلها مدة ولا قليل؟ بعد ما وعظهم وخطب فيهم. دكتور. قال له هل يوجد من هو أعلم؟ عشان نسحب المعلومات. هل يوجد من هو أعلم منك؟ فقال له لا. فربنا عتب عليه إنه ما قالش الله أعلم. عتب سيدنا الخضر. سيدنا موسى. موسى إيه؟ قال له ليش ما قلت الله أعلم؟ إن عبدا من عبادي اسمه. فمن كذي عمل الاختبار يعني قصدك؟ إيه، روح له هناك في أرض كذا وخذ معك حوتا مملحا. الله. فحيث افتقدته فهو هناك. جاب أصل الحكاية. فراح وخذ معه. يعني هو مو صدفة لقائهم. لا. سبحان الله. خذ فتاة يوشع ابن نون معه اللي هو دخل ببني إسرائيل بيت المقدس بعد وفاة موسى. انتوا مفكرين القصه صدفه ولا حقيقه؟ انت بتعقب سيدي الحجازي الجزاوي، انت بتعقب. يقول سيدي منو فيكم الحجازي حبه تعقب؟ في حد يقول لك ان لقائهم مو صدفه؟ اي نعم، ما يخالف، احنا طرحنا عليهم ما جابوا. سيدي الرضواني لازم انت العلم يا ناس، لا تكتمونه، لا تكتموا ايمانكم. في حد تاع سيدي المنوفي؟ والله حلوه 1-0. زين مولانا، توقعك ان اول لقائهم كان على اي بحر؟ هنا الى علم ان عرف البحر هو مجمع البحرين، يسمى بحرين اذا كان واحد فيهم نهر وواحد بحر، لان لازم يكون واحد عذب وواحد مالح. مدد. فالقصة حصلت بعد ما طلعوا من سيناء، بعد ما طلعوا من مصر. أيوة. وبنو إسرائيل لما خرجوا من مصر لم يعودوا إليها. أيوة. لأن ربنا في سورة الدخان قال كذلك وورثناها قوما آخرين، ما قالش بني إسرائيل. هنا السكر الباب صار لما راح هنا ولدى نسى الحوت، فقال لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصبا يعني تعبا؟ تعب. ليش استعمل الآية الكلمة هاي مولانا؟ النصب تعب الجسم، اللغب تعب النفس. مدد مدد. لذلك ربنا قال وما مسنا من لغوب، لأنه النصب
يستحيل، لأن النصب فيه الجسمانية والله تعالى عن ذلك، فهو على العرش فوقه بدون مماسة. فالمهم لما حصل كده الفتاة يوشع قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فاكر لما أوينا إلى الصخرة قال له فإني نسيت الحوت الملح، أيوة اللي هو الفسيخة يعني الله. فرجع قال له ذاك ما كنا ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نتمنى نقصده. فرجع لقى الحوت، فجاه يمسك الحوت دبت فيه الحياة ما شاء الله، ومشوا ورا الحوت، الحوت يمشي يترك يابس وراه الله عليه، لحد ما وصل بهم الى المكان اللي فيه الخضر، جزيرة في البحر، ولقب بالخضر لانه اذا جلس يخضر ما حوله. فلما دعا قال السلام عليك، قال من؟ قال موسى بن عمران. قال موسى بنو إسرائيل يعني أخو بني إسرائيل؟ قال نعم. قال وأنا بأرضك من سلام، عندكم تعرفوا السلام يعني بمسكه. فجلس وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له لن تستطيع معي صبرا. ليه؟ لأنه يعلم أن الخوارق اللي حيشوفها لا يستطيع أن يصبر عليها، ومعنى يصبر لا يحبس نفسه حتى يشاهد المشاهد كلها. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى، لو صبر على الخطر لجاءنا علم يا مولانا. سيدنا موسى ما وصف هيئة سيدنا الخضر عليه السلام شكله؟ لا. هذا ما لم يتعلق به أي علم، لكن اللي صار أنه هو قاعد معه مجلس التلميذ، ويوشع لم يتكلم لأن الكلام هذا من أدب القرآن. يعني مو نبي يوشع؟ لا، نبي الله. غزا نبي من بني إسرائيل قرية بعد العصر، الحديث نصه كده، فهو نبي قال للشمس أنت معمورة وأنا معمور، اللهم احبسها علينا. يعني هو نبي يوشع؟ فأوقف الله له الشمس. شلون نبيين بوقت واحد، موسى ويوشع؟ لا، هو نبوته بعد ما بعد موسى، لأن بني إسرائيل تحكمهم الأنبياء، وكان هارون موجود. يعني هارون وقارون؟ هارون من كل قرية كان لها نبي، وكل تستفيدوا من علمه يعني ما شاء الله عليه. اسألوا والله العظيم. طب الجزيرة اللي كان فيها سيدنا الخضر كان فيها بشر؟ يسألك مولانا يقول لك فيها بشر؟ زي مولانا عفوا قبل أن سيد المحروس الكاتب الصحفي أو التراث الكويتي يعقوب يوسف الحجي دشوا بالجوجل جايب إثباتات يقول قس بالمتر وبالتاريخ أن المنطقة اللي صار فيها لقاء سيدنا موسى بن عمران مع الخضر عليه السلام في الوطية هذه، يقول إنها هي بين العراق وبين الجزيرة فيلتش وبين البحرين عن السعودية. أهل الكويت قالوا كان فيه مسجد هناك، عندنا وزير جيد جهاد اللي هي الوطية وطية الخضر، يقولوا إن هذا المكان اللي التقى يوسف الحج يقول. ويعني ثم فيه في السعودية في الطائف مكان اسمه قهوة جديد حج علي يسوي. زين مولانا توج صبر سيدنا موسى على سيدنا الخضر، يعني شنو السبب اللي خلاه ما يصبر؟ الثلاث مشاهد اللي شافهم دول، أيوة. ربنا حب يعلمه ان الاولانية زي التابوت لما ربنا حفظه في اليم الى ان وصل الى قصر فرعون، فخرق السفينة اهون من ان التابوت كان ممكن يجرف الموج ويقلبه كل شيء. ثانية قتل الغلام، لأن الغلام طبع كافرا ولو بلغ أجري عليه القلم يموت كافرا. الله أكبر. قال له وأنت قتلت القط، كان ممكن يتوب اللي هو من رجال الفرعون. هو كده خلف حلال سيدنا موسى.
مين قتل مين؟ هو الخضر قتل الولد؟ لا ايوه قتل الولد. والولد كان قاتل واحد واحد؟ موسى كان قاتل القبطي. ايوه ثانية قال له القرية اللي استطعمناها هي مقارنة اللي استطعمناها ومطعمونا انت ليش زرقنوا؟ اقمت لاولاد شعيب تقتلوهم له من غنم وما خدتش اجر. الله مدد مدد.